السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة اسبي شانيل. كنتمنى تكونوا بخير وانتم ما كتشوفوا هذا الفيديو. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا لو فوكابولير دو لونيفرسيتي، يعني المفردات المتعلقة بالجامعة. لو فوكابولير دو لونيفرسيتي، عندنا اولا لونيفرسيتي. لونيفرسيتي اللي كتعني لنا الجامعة، لونيفرسيتي هي الجامعة بالعربية. أي جامعة فيها بزاف ديال الكليات، يعني أي يونيفرسيتي فيها بزاف ديال لي فاكولتي اللي كنسميهم حنا فاك. مثلا عندنا جامعة محمد الأول، يعني لونيفرسيتي ديال محمد الأول اللي كاينة في مدينة وجدة بطبيعة الحال، فيها بزاف ديال لي فاكولتي، فيها بزاف ديال الكليات، فيها كلية العلوم، كلية قانونية واقتصادية واجتماعية، كلية الطب إلى آخره. يعني لونيفرسيتي محمد برومي فيها بلوزيور فاكولتي، اللي هما فاكولتي دي سيونس، مثلا هي كلية العلوم، فاكولتي دي سيونس جوريديك ايكونوميك سوسيال اللي هي كلية العلوم القانونية واقتصادية إلى آخره، كاين فاكولتي دو ميديسين. يعني الفرق ما بين الجامعة والكلية ان الجامعه فيها بزاف ديال الكليات، لونيفرسيتي فيها بزاف ديال لي فاكولتي اللي كنسميهم حنايا لافاك. كنقولوا غادي نمشي لافاك، زعما غنمشي للكليه، غنمشي لافاكولتي، هذا هو القصد ديالنا. عندنا لونفي تياتر. لونفي تياتر اللي هو المدرج، فين كنقراو كنقولوا حنا يعني باللغه ديالنا الدارجه كنقولوا غادي نمشي لونفي. لونفي هو لونفي تياتر، هو المدرج اللي كنقراو فيه. لاسال، لاسال هي القاعة. مثلا لانفورماتيك كتكون لاسال دانفورماتيك، يعني قاعة المعلوميات، او لا كاينين بزاف ديال القاعات يا يعني اما كنديرو فيهم لي تي دي لي تي بي الى اخره. لا بيبليوتيك، لا بيبليوتيك اللي هي الخزانة، الخزانة اللي كنا في يعني في لافا كنا كنقراو فيها، كنا كنبريباريو فيها. لا بيفيت، لا بيفيت المقصف هي فين كنمشيو ناكلو ولا نشربو القهوه ولا نشربو اتاي ولا اللي بغينا. كيكون واحد بحال واحد المحل ديال الماكله، كيكون في اي فاكولتي كاينه. لو بريزيدون، لو بريزيدون هو الرئيس بطبيعه الحال ديال اليونيفرسيتي. لو دويان، لو دويان هو العميد. كاين رئيس الجامعة، يعني البريزيدون دو لونيفرسيتي هو رئيس الجامعة، اما في الكلية فكنلقاو العميد، العميد هو لو دويان. دابا كل جامعة عندها بزاف ديال الكليات وكل كلية فيها عميد، يعني كلية العلوم فيها دويان، كلية الاداب فيها دويان، كلية ديال الاقتصاد فيها دويان، وشكون اللي فوق من هاد لي دويان كاملين هو الرئيس. لو فيس دويان، لو فيس دويان هو نائب العميد. لو بروفيسور، لو بروفيسور هو الاستاذ. لو ديبلوم، لو ديبلوم هو الشهاده او لا ديبلوم، يعني كيقول كنقولوا راه عندي الديبلوم في كذا، يعني في السيونس ولا في الاداب ولا مهم عندي ديبلوم، هو هذا يعني الشهاده. لادمينستراسيون، لادمينستراسيون هي الإدارة. لا سكولاريتي، لا سكولاريتي مصلحة شؤون الطلبة، وكاين اللي كيقول سيرفيس دو سكولاريتي ولا لا سكولاريتي، المهم عندهم نفس المعنى. بيرو دو ريونيون مكتب الاجتماعات. لا سيتي يونيفرسيتير، لا سيتي يونيفرسيتير هو الحي الجامعي. كنسمعو كنقولو انا ساكن في السيتي، يعني راه ساكن في الحي الجامعي. لا ليسونس، لا ليسونس اللي هي الإجازة. لو ديبلوم ديتود يونيفرسيتير جينيرال، لو ديبلوم ديتود يونيفرسيتير جينيرال اللي هو دوغ اللغة ديالنا، اللي هو ديبلوم دراسات جامعية. لو ماستر، لو ماستر، ماستر يعني le master، le master، master، master،
لو دكتورا، الدكتورا عندنا لا ليسونس. فوقاش كنقولوا خديت الدبلوم ديال ليسونس ملي كنقرا 3 سنين ورا الباك، يعني باك بلس 3 هي لا ليسونس. كيقولوا بلي غادي يديروا لا ليسونس في 4 سنين، ولكن في الوقت الحالي اللي انا كنصور فيه هذا الفيديو باقي ما بدلوش، ولا ليسونس كناخدوها في 3 سنين. كاينه اجازه اساسيه اللي هي ليسونس فوندامونتال، وكاينه اجازه مهنيه هي ليسونس بروفيسيونيل. بالنسبه لو ديبلوم ديتود اونيفرسيتير جينيرال اللي هو الدوك او لو ديبلوم الدراسات الجامعيه العامه، هو ملي كيكون عندنا باك بلس 2، يعني عامين من مور الباك. اما بالنسبه للماستر فهي كيكون عامين من مور لا ليسونس، يعني عندك باك بلس 3، عندك ليسونس ديالك وباغي تكمل قرايتك، كدوز واحد الكونكور او لا اونتروتيان باش كتكمل الماستر ديالك اللي كيكون عامين فوق ديك 3 سنين، يعني باك بلس 5. والدكتوراه هي ملي كتكون شاد الماستر ديالك فكدوز الدكتوراه ديالك، كدوز تاني واحد الكونكور و اونتروتيان باش كتكمل قرايتك وتسمى يعني دكتور، يا يعني اما دكتور في الفلسفه، دكتور في الاقتصاد، دكتور في بزاف ديال الشعب اللي كاينين في القرايه. نعاودو، دوغ هو باك بلس دو، يعني باك وعامين من مور الباك تقراهم. لا ليسونس باك بلس 3، يعني الباك وموراه 3 سنين. لو ماستر باك بلس 5، ولو دكتوراه ما عندهمش عوام محددين، يعني كي تقدر ديرها في 4 سنين، تقدر ديرها في 5 سنين، هادشي مور الماستر. كل واحدة فوقاش كيساليها، يعني كيبقى داكشي ما بين الأستاذ والتلميذ ديالو، واللي بطبيعة الحال داير الدكتوراه او اللي عنده خوه داير الدكتوراه راه عارف هادشي مزيان وعارف كيفاش كيكون لي سيمستر. لي سيمستر الفصول، مثلا ملي كندخلوا لافاك كاين بزاف ديال لي سيمستر، كاين 6 ديال لي سيمستر، S1 S2 S3 S4 S5 S6. في S1 كنقراو، يعني سيمستر 1 كنقراو واحد الفصول، عاوتاني S2 كنقراو واحد الفصول، يعني ما كيبقاش عندنا عام كامل، لا كنقراو S1 يعني نص العام كنقراو واحد الفصول ونساليوهم، وعاود نص العام الثاني كنقراو فيه S2 كنقراو واحد لي سيمستر وكنساليوهم. يعني ديك 3 سنين اللي في لا ليسونس كل عام فيه 2 سيمستر، S1 S2 في العام الاول، S3 S4 في العام الثاني، S5 S6 في العام الثالث. كل سيمستر كنقراو دي موديول اللي هما الوحدات، لي موديول سميتهم الوحدات، كيكونوا جينيرالمون دو موديول، يعني جوج الوحدات وحده كتكمل الاخرى. لي ماتيير المواد، لي موديول فيها دو ماتيير، يعني الوحده فيها جوج ديال المواد. لي ترافو ديريجي اللي هما لي تي دي، اعمال الموجهه. مثلا كيكون عندنا المات ولا ستاتيستيك ولا الى اخره، كيكون الاستاذ كيعطينا تمارين وكنمشيو نديروهم في لي سال وكنديرو دوك لي تي دي ديالنا. لي ترافو براتيك، اعمال تطبيقيه، وغالبا كيكونوا في السيونس وفي الفيزيك اللي كيديروا الاعمال التطبيقيه. فاليداسيون اللي هي تصديق او لا استكمال، يعني فاش كنسمعوا فاليداسيون يعني بحال الا نجحنا. واحد الموديول فاليدي، يعني واحد الوحده اللي راها مستكمله، يعني فاش كنقول لك راني فاليديت كتسمع فاليديت يعني راني نجحت، الا كان موديول نون فاليدي يعني راك ما نجحتيش في داك الموديول، يعني ما دخلش. كنسمعوا يعني بيناتنا حنايا في الطلبه كتسمع راني فاليديت، راني دخلتو، راني ما دخلتوش يعني ما فاليديتش، يعني عندي موديول نون فاليدي، يعني ما نجحتش في داك الموديول. الموديول فاليدي يعني راني نجحت في داك الموديول، واللي ما نجحش بطبيعه الحال راه كيدوز ان غاتراباج. هو كتعطيك واحد الفرصه ثانيه باش داك الموديول اللي ما فاليديتيهش تولي تفاليديه، يعني كدوز امتحان سكوندير. كومبونساسيون يعني تعويضات، كنقولو موديول كومبونسي.
دابا كل موديول قلنا فيه دو ماتيير، مثلا جبتي في واحد الماتيير 15 وبديك الماتيير 6، شنو كيديرو؟ كيديرو 15 زائد 6 هي 21، كتقسمها على جوج كتعطيك 10 فاصلة شي حاجة، يعني كيتكومبونسا لك الموديول وكتنجح. ليتوديون الطالب، لا كارت ديتوديون la carte d'étudiant, بطاقة الطالب, la recherche البحث, la bourse المنحة، هنا ماشي la bourse de valeur لكن قصدو المنحة. les cours هما الدروس, les polycopies هما المطبوعات، أو لكن نقولو حنا les polycopies، كيقولوا ديما كتسمع عطيني بوليكوب ما عطيتينيش بوليكوب، هما دوك الدروس اللي كيكونوا مطبوعين، كنلقاوهم غالبا في الخزانه في لابيبليوتيك كيتباعوا. ليكسبوزي عرض، ان بروجي هو مشروع، غالبا في الماستر كيكونوا بزاف ديال لي بروجي، كيعطي كل استاذ كيدير مجموعات في القسم، كيقسمنا على مجموعات وكل مجموعه كيعطيها واحد البروجي باش كتوجدوا وكتعرضوا على شكل عرض اللي هو ليكسبوزي. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا وعرفتوا، يعني وفدتكم في بزاف المصطلحات ما كنتوش عارفينها. وشنو غنقول لكم؟ مع السلامة، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.